الموازنة الجديدة ووصف الصحافة العالمية بأنها مفصلة لمصلحة بعض السياسيين. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي والعراقي الدكتور هشام الياور. دكتور هشام، مرحبا بكم. يعني كما تابعتم، البرلمان سلم الموازنة لرئاسة الجمهورية وذلك تمهيدا للمصادقة عليها. من الناحية القانونية دكتور، ما الذي يشكله هذا الإجراء؟ بمعنى، هل يمكن لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أن يعترض على بنودها، لا سيما أن الخبراء لديهم ملاحظات على تلك الموازنة؟ أهلاً مساءً دكتور. من حق رئيس الجمهورية أن يبدي بعض الملاحظات على الموازنة، ولكن هذه الملاحظات تعود إلى مجلس النواب لإلقاء الرأي بقبول أو عدم قبول. نعم. أما إذا كان الموازنة يعتبر بالنسبة إلى مقبولة، حق أن يصادر. ولا تنسى أن الجانب السياسي يلعب دور المواقف التي اتخذت في مجلس النواب، تكون نوع من الأرجحية، لأن ما يمثله رئيس الجمهورية من توجه أو من المجموعة التي هي كانت مناسبة في موافقة ما جاء الموازنة. وبالتالي إذا أبدأ ملاحظات المفروض ترجع على مجلس النواب للإجابة. دكتور هشام، هناك من يقول أن الموازنة الجديدة التي تم تعديلها دون علم مجلس النواب وأيضا دون علم النواب تحديدا الذين صوتوا عليها، يقولون بأن هذه الموازنة فصلت خصيصا من أجل مصالح حزبية وميليشياوية. مدى اتفاقكم مع هذا الطرح؟ هي موازنة وتقسيم مناصب أرقام، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون ولا من حيث التوجه، هي ملاحظات. وبالتالي ما كان اختلاف على المنهجية في التنفيذ بقدر ما كان الاختلاف على الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من عائد يعود إلى يعني التشريعات السياسية أو المؤسسات المعنية. وبالتالي بالتأكيد هذه الأرقام هي التي أخرت وليس المبادئ الذي اعتمدوا المفروض أن تعتمد في الموارد. دكتور هشام، تعتقد أن موضوع تثبيت أسعار النفط في موازنة تستمر لثلاث سنوات، هل تعتقد أنه يمكن أن يساعد في موضوع تنفيذ الخطة المرفقة بالموازنة، أم أنه سيكون ربما سببا في إفشال الخطة ولجوء الموازنة للاقتراض؟ هل تعتقد ذلك دكتور؟ والله أسعار النفط يعني التنبؤ بها لمدة ثلاث سنوات قد يكون نوع من يعني بعدم الاعتماد بشكل، لأن أسعار النفط متباينة حسب الطلب وحسب النشاط الاقتصادي على مستوى العالم وعلى مستوى إنتاج النفط. وبالتالي أي تغيير راح يصير بالتأكيد راح يأثر. هي أصل الموازنة بها عجز. نعم. والعجز مثل حوالي ربع المبلغ المعتمد للموازنة الأخيرة. شيء يعني يثير انتباه. نعم. نعم. من عمان الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور هشام الياور، شكرا جزيلا لكم.